هلا بالنور، هلا اخوي خلف، هلا طال عمرك، هلا بك، عمرك يطول. تحيه لك والاخوان الكبار اللي عندك. بس انا ترى سمعت صوت الكابتن خالد، بس انا بعيد عن التلفزيون. معانا خالد الشمري وحسين حاكم وعبد المحسن سعود مشمش ومحسن العنزي دكتور. صباحك الله بخير، كيف حالك؟ بالنور يا هلا طال عمرك. الحين تاكل بطاط وبيمشي عند الجول ولا بطلت؟ ما اسمع. اقول الحين تاكل بطاط؟ لا الحين خلاص، وانا قاعد على الكرسي تابع الفريق. الله يحفظك. وهاي في المشكله اللي حصلت في الساعات الاخيره واحتجاج النادي العربي على عدم صحه مشاركه جابر العجاجي مع الفريق الاول في نادي النصر، ممكن توضح لنا التفاصيل؟ بوضح لكم اخوي خلف. اللاعب جابر قبل عام سوي له اعاره من النادي العربي موسمين، وانتهت موسم وباقي له موسم هذا. فانت تعرف اي لاعب يلعب دوري زين الموسم هذا لازم عقد. انا سويت العقد، انا كدوري نادي النصر موقفي سليم، سويت العقد. النادي العربي المفروض يقدم له عرض، النادي العربي المفروض يقدم له عرض. اي لاعب من 18 سن 18 وما فوق يتقدم له عرض. فاللاعب جابر عمره 20، الله يخلي له عمره ان شاء الله. فموقف نادي النصر سليم من مشاركه جابر العجاجي من ناحيه الاعاره ومن ناحيه العقد. وهاي بعد اذنك ما عليه، بس على اساس توضح بشكل اكبر، جابر العجاجي لما انتقل لكم من نادي العربي على سبيل الاعاره، اي على سبيل الاعاره موسمين، وانتهت فتره الاعاره؟ لا ما انتهت، خلص موسم وباقي له موسم ثاني اللي هو هذا. طيب فوين وين الخلاف اذا هو لا زال يعني في مع نادي؟ ما ادري انا، ما ادري اخواننا نادي العربي يعني وين صايدين المشكله، ما ادري. انا على حسب ما شفته ان موقفي انا سليم. انا حسب قبل لا يبلش الموسم اتصلت بالاتحاد وشرحت لهم حاله اللاعب كامل، فقالوا لي خلاص يعني المفروض النادي العربي اذا يبي اللاعب يقدم له عرض. يعني قبل بدايه الموسم بوهايف انت تواصلت مع اتحاد الكره على سلامه موقف تسجيل جابر العجاجي ومشاركته في الفريق الاول. اي نعم. وقالوا لك الموقف سليم. الموقف سليم، هني دور العرب يقدم له عرض. مثل ما سوينا احنا نادي النصر، قدمنا عرض حق لعبتنا اللي هم احمد عادي وعليان، اللي واحد مشارك بالسالميه واعتقد واحد وعليان بالبرقان. بس بوهايف هو معار عندك، يعني شلون يقدموا له عرض وهو اصلا اوريدي معار باجي له السنه في عرض؟ لان اخوي خالف تطبع قبل الموسم هذا في لائحه الاحتراف الكامل. صحيح. فانت اي لاعب تبيه تقدم له عرض لاعبك. حتى لو معار. ما سويت انا مع لعيبتي. هو الاولويه له. بس هو لا زال معار، هذا قصدي. النادي. طيب يعني فهد هايف المطيري يؤكد. انا بروح اخوي خالد، بروح معك ابعد شوي. لو العربي مقدم له عرض، انا اجي النادي النصر واسوي معاه اعاره جديده وعقد ثلاثي مادي بين ثلاث اطراف. هذه بالحاله الاحتراف الجديد. بس الاعاره قديم على قبل لا يطلع على الاحتراف كامل. طيب في كلام طالع كذلك بوهايف، ما عليه تحملني، يقول لك ان توقيع جابر العجاجي الله يحفظك مع نادي النصر مع جهاز الكره، العقد ما في 350 اللي هو مينيمم عقد لاعب في الفريق الاول، هل هذا صحيح؟ وهل هذا يعني لو كان مو 350 يخالف صحه العقد وبالتالي تبطل نتيجه المباراه؟ عيد اخوي خلاص ما سمعت بدايتها. البعض يقول ان عقد جابر العجاجي مع نادي النصر ما في الحد الادنى من الرقم اللي مخصصينه اللي هو فرق الدوري الممتاز 350 دينار شهريا. لا لا انا اوضح لك، هم حطوا اتحاد حطوا تاريخ معين. بعد التاريخ هذا لازم اي لاعب يكون عقده 350 او 300. ما قبل التاريخ عادي، اتفاق اللي بينك وبين اللاعب. يعني انتم متفقين مع جابر ما قبل التاريخ هذا؟ اي ما قبل التاريخ، اي نعم من قبل التاريخ. الاتحاد يحاسبك ما بعد التاريخ. بس ما التاريخ والله شوي يمكن مو بالذاكره شوي. في احد تواصل وياكم اتحاد الكره بعد نهايه المباراه او احد من نادي العربي ولا شفتوا الموضوع في الاعلام؟ لا 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 كلش، لا 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 كلش. يعني عرفتوا الموضوع في الاعلام؟ اي بالاعلام يعني بالتويتر يعني. قواك الله. بتضيف شيء ابو هايف؟ لا مشكورين اخوي خالف، مشكورين. احنا نتمنى تتابع الحلقه ابو هايف اساس اذا في توضيح او حاب ترد، ترى ارقام هواتفنا. ابد لا والله اخوانك والاتصال على الجميع. باي وقت راح ندش عليك. هلا بك يا ابو هايف. هلا طال عمرك.